الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على إمامنا الرضا علي بن موسى الرضا عليه السلام نور عينه أرجوكم ذني احفظوهن. والله ديننا معتدل، ديننا مو متطرف، ديننا لا يقول هذا اضحك من الصبح لليل بس اضحك اضحك اضحك، لا، ولا هذا اللي يقول لا انت متدين كن عبوسا قمطريرا. ديننا معتدل، يقول واحد سألت الإمام الرضا، شوفوا هاي الفكرة ترى مستوهي بناهم الدين حزين من زمان، اجى للامام الرضا قال له سيدي انا دورات اقعد ويا جماعه يتلاطفون يشاقون بيناتهم، اظل قاعد لو اعوفهم؟ واضح السؤال ليش؟ قال ان هذا كانوا يتقاطع ويا التدين. قال له الامام ليش؟ ليش تعوفهم؟ ابقى وياهم عادي. قال له رسول الله هاي الحادثه. الامام الرضا سلام الله عليه سؤال يقول له رسول الله صلى الله عليه واله فد يوم قاعد اجى اعرابي جايب ويا هديه. قال يا رسول الله، قال نعم، قال هاي هدية مني إليك، هدية أعطاها للرسول، رسول الله شال إيديه استوى أخذ الهدية، ويا ما رسول الله أخذ الهدية من هذا الأعرابي، الأعرابي قال له أعطيني فلوسها يا رسول الله، ومن بعد ما أخذها إيش قال للرسول؟ قال أعطيني فلوسها يا رسول الله. ابتسم النبي الأكرم بين ملاطفة، ابتسم الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الرضا يا نور عيني، يقول الإمام الرضا بأوقات اللي كان يصير مهموم الرسول صلى الله عليه وآله، ها يصير مغموم، كان يقول أين الأعرابي ألا يأتينا، إلهي وسيدي ومولاي الأحبة الذين وقفوا على حدود بلدنا يحفظون الأمن والأمان لنا، إلهي أحرسهم بعينك التي لا تنام، الدماء الطاهرات التي سالت لكي يحفظوا لنا الأمن والأمان وأعراضنا وديننا ومقدساتنا، إلهي أشرك أرواحهم الطيبة في ثواب مجالسنا يا الله، واجعلنا أوفياء لدمائهم يا أرحم الراحمين، إلى أرواحهم وأرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات وأموات المؤسسين والشهداء، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على